لوفاي خلاص لما اشوفه لما اشوفه اختفى قبل شوي. اي هو اللي كان يلعب معي زوزف. خذ لا فلح معي يا جماعه. باي والله ما مداني اسوي شيء الا باي اخذ ستوكا. جاب باكير لكن ما اشتغلت لانها ما هي ترو كومبو. 100% ما هي ترو كومبو. نايس حلو سلام عليك على الفري. يا عيني يا عيني يا عيني على التك تشيس. داون تلت ركض اخر سير شقع وجهه باف سماش ممتازه من زوزف. صراحه الاستوكات قاعد تنحرق بدون ما يمديني حتى اشوف الجيم. انا سندك في الاسطوره موجود على الشات في الشات. هو يدور لوفا يا سلام. اوكي حلو سلام جنبي. نايس اب اير اب اير ما في بانش. اوكي سلام قاعد يحاول يلقط الرول او التك رول. باكر اوه كانت قريبه من زوزف. حلوه داونير يضربه وين رايح يمين واليسار. خذ لك باكر فوجك. اوكي وين البنش نفر مايند وين البنش اصلا الفرنجر هانت بنش اساسا. داون ثرو انتو داون بي دازنت كيل. نايس دي اي. الواحد يبغى يدور الكل كمبان حقه اذا جاب باكير او داون ثرو انتو ميكس اب. بنش سلام عليك قام بعنف. سلام سلام اسطورة كانوا كلهم الله انك اسطورة. الروم لقى الدنك نون حق هابي ميل حق ماكدونالدز تشجيع الدونكي كونج الاسطورة. المهم الثمانية الموجودين على الشاشة قاعدين يشوفون يشوفون المباراة متحمسين معي. ها اعطوني شوية حماس يا رب فيصل يجيب البيرفكت رن. اوكي انت وينك اليوم عبد العزيز؟ داون ثرو داون اير. لا والله سلام. اوه ما ضربت اجين سور سبوت مرتين سور سبوت كان ممكن لو ضربت سبيد سبوت كان مات باي لكن جود بوزيشننج منه. دي اي اب 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 وين البنش داون ثرو الى اب اير اب اير اب اير. سلام عليك لقطة. اوه حلوه حلوه الويف لاند رائع من باي. اوكي لكن لمسه من زوزف اعتقد انه يموت. لا ايفر مايند باك ثرو. اوه داون تلت جاب باكير. حلوين نقل فوق الفنجر طق طق فور دير 95% لكن روي اكسبلوزيف كفايه لكن بوب نيست انتبه من الثريت حقت لويجي. لويجي يعور باكر حقه تذبح اب اير حق اب سماش بار بعد في اكثر من ثريت تذبح او الكونفيرم اتس نوت كونفيرم اتس نوت سوري بس اني واي نايس دي اي من الضربتين دي اي ان دي اي اوت حلوه. بانش حلوه داون تلت. اوكي اوكي سلام عليك. او ماي جاد ايوه سويها سويها. لا والله ما سواها داون بي حلوه حلوه. سلام عليك ليت ترامب انتو باكير 1-0 لمصلحه باي. المعذرة ما ضبطت ال وين الصفان هذا؟ نبهني طيب يا رجل. لا لا يا رجل. لا لا هذول اثنين احسن من المعذرة يا جماعة مخرجكم مفهي اليوم. والله جسمه ما
يعني ما ادري اليوم فعلا نحس انه اللياقه التنظيميه خلاص صرت ابو خلاص اليوم اسمع قاعد اقول البسمه بتسمعي عشان باخذ يوم ابتسمت نايس قارت مدري انا توقعت لما جسمه لما تكبر تفهم الحين ما خلاص جمعتها قبل ما تفهم خلاص المهم سلام عليك يا باي اعتقد انه قفل الستوك ممتاز قدر يقفل الستوك بالباكيرة اخر شيء ممتاز هذه مشكلة الموقف دوم بيحكي انه ممكن تفلت قبل الاخيرة بالبحث تسوي يا باي قاعد يستناه يسوي شيء واقف لا يزال واقف ممتاز الموفمنت حلوة سلام حلوين هذا القفل الحين من حياته حلوة من البلنجر انتو افتل استخدم الاب بي اب اير اب اير ها حلوة الاستثمار اوه ابتل لا ولا شيء سلام اوكي ذاتس اكشلي جود بلنجر انتو اف سماش اب اير دان رو الى ولا شيء ما نزل هذا كان ممكن يحس ياخذ سماش بوجي سلام الاوبشن صح لكن وين رايح؟ داون تحت داون ونسبري بس ما في منش وقف عندك خذ لك باك اير اوه ماي جاد انتبه سلام عليك يا باي الكومبوجر ممتاز واقف على الليج يقول يلا وريش بتسوي حلوه ضغط بريشر خرافي كان من جوزف اوب 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 فانش اوكي سلام عليك يعني على الموفمنت يعني على الموفمنت يا جوزف واخر عن داون بي وقدر يطق باكير فور دير روي يقدر طب لا تنسوا ان روي ممكن يبخر ستوكات اوه تعقيم هذا شوي سلام عليك لقيت الرول دو سماش 2-0 وش صار فزت ولا خسرت؟ شفت انت دي كيو العب مع ساتر مثلا ولا بتسوي دي كيو ولا بتسوي دي كيو كم فزت 2-0 اكتبه كان بيمشي بعدين قعد وفاز سبحان ربي والحين بيلعب مع ساتر مثل هذا الليوري براكت عندنا الليوري براكت اللي ما يعرف الليوري براكت ايش هو اركاديوم براكت نلعب فيه يلعبون فيه الناس اللي موجودين في البطوله اللي وصلوا للتوب 8 يلعبون بطوله ثانيه يلعبون بس ممنوع دخول التوب 8 فيه واللي هم شنو قدامكم التوب 8 موجودين يلعبون بطولتهم واللي مو بتوب 8 يلعبون بطوله اوف سكرين والله فاي الجيم هذا مسوي ولع نار حريقه. شوف هل زوزف ممكن يرجعها؟ هل زوزف ممكن يرجعها؟ اوه ماي جاد! له يا زوزف ارحمني. ما في بنش ما في كومبو. السلام عليك شاب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا شباب عذرونا يا جماعة مش ما كان في مباراة بس يعني تعرفون قاعد نسوي بيك عشان الحمد لله وصلت والله أسبوعين الحمد لله يا رب هذا مرجع المباراة إن شاء الله نكون معنا إن شاء الله نكون تحتونا لكن لسه أنا لسه موت في دائما موجودين معكم في رب العالمين الحمد لله يا شباب سلام يعني على البانش هاي مشمش الداون بي وبنش
ولا جوزف عنده راي ثاني. جوزف حاليا وضع صعب، لكن من بعد ما طاح من الزفتين ما قاعد يلعب، قاعد يلعب مره 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 كويس. سلام عليك يا الهي، حلوه من الاثنين، رائعه من الاثنين. داون اير تو فريم تك من باي، لا لكن قدر زوزف يقفلها بالبيتنت او بالتخصص فيها، جاب باك اير. اوكي فورورد دير انتو نير انتو داون اير. اوكي اوبا اوبا او ماي جاد، ترانسبورت باك اير. صح سلام عليك يا باي. زوزف والله زوزف قاعد تسوي برشار بالموفمنت، لكن باي اجريسف اوبشن نير في وجهك. رجع الجيم هدا، وين رايح؟ كان رايح او ماي جاد فول سماش، علقوا بالبلنجر وصقعوا اب سماش. طبعا البلنجر هذه اكثر شيء لانها تعطيك بلس فريم مو طبيعيه. لويجي قدر انه يسوي ريفيرس اب سماش قفل الجيم 3-0. رائعه من فاي، يوصل للجراند فاينل.